بداية الموسم اللي هو يبدأ في شهر خمسة اللي هو في بداية الصيف يعني بداية الصيف ولا وتم تجميعه وهو اللم بعد تنشف المية اللي هو مرات تصدف شهر ستة نبدأ في التجميع. الملح هذا طبيعي طبعا شنو؟ لما تجيب مية المطر يقعد يتركز من درجة 12 لأن درجة 25 لما يصل درجة 25 يبدأ في الجاني بتاعه اللي هي تو هذه مركز درجة 25 طريقته طبعا زي ما يلموا فيه تو بالكواشيك يعني يقعد ممكن شهر أو شهرين هم يجمعوا فيه. ما زلنا على الطريقة البدائية طبعا المطاحن المحلية طبعا لأهل المنطقة طبعا المطاحن اللي تشوف فيه توا والعمالة طبعا العمالة المصرية يشتغلوا في الأكياس ملح الطعام طبعا وتسويقه طبعا يتم ليبيا بالكامل يعني ملح الطعام للمحلات وللمخابز يعني المواد الغذائية. يتم طحن الملح طبعا الملح الجاف ويتم طحنه يكون ملح طعام طبعا ملح درجه اولى باعتبار ان كركوره طبعا ثالث اكبر سبخه في العالم طبعا يعني ما عندناش يعني في كركوره مصانع يعني الكبيره يعني مطاحن بدائيه يعني محليه كلها طبعا.